بسم الله، من الحاجات اللي احنا بنظبطها في التمبريت زي ما احنا عارفين بنروح لقائمة مانيش ونبدأ نظبط الحاجات اللي احنا عايزينها، وبرده بروجكت براوزر بنظبط الحاجات اللي احنا عايزينها. فممكن اروح لمانيش واقول له انا عايز اظبط الدليفري. دي خاصة بالتتيل الجديد، يعني دلوقتي لو انا هعمل فيو جديد واحد لواحد هو هيحطه على طول في الفايل. طب لو هو 1:50 هيحطه على طول في الكورس، لو هو 1:10 حطه في الميديم. تمام، فانت دي برضو بتبدا تظبطها. انا عايز مثلا الحاجات دي كلها في الميديم، او عايز كل الشغل بتاعي يبقى فاين. تمام، دي حاجه بترجع لك انت، بتشوف ايه الشغل بتاعك انت عايز تظبطه ازاي. تمام، طيب ايه تاني اللي ممكن اظبطه؟ الحوايط. ارسم حوايط؟ لا مش هرسم حوايط، لان لو رسمت حوايط يبقى انا كده برسم مشروع. انا كل اللي انا هعمله ان انا اظبط البروبرتيز بتاعت الخصائص. يعني انا غالبا مثلا في شغلي بعمل حيطه مثلا 250 وحيطه 400، انواع الحوايط اللي انا بستخدمها على طول ببدا احطها هنا. يعني مثلا فاونديشن نقول له ايه، طيب وانا كل مشروع بدخل اقول له خلي لي ده مثلا 400، انا بشتغل على طول فاونديشن مثلا 400. تمام، طيب انت عدلت الاسم، لازم انت تدخل في الاستراكشر برضه وتعدل. تمام، هل انت في خاصيه من هنا عايز تظبطها؟ يعني مثلا انت 400 عندك كله مثلا بيبقى الماتيريال بتاعه كذا، ظبط الماتيريال. عايز تظبط مثلا حاجه خاصه بالفاير فايتنج، فاير ريتنج، عايز تخلي مثلا ده ساعه او ساعتين. اهم حاجه ان انت ده 400 يبقى ده 400. تمام، واقول له ايه اوكي. تبدا تشوف ايه اللي انت عايز تظبطه. هل مثلا انت عايز اوتوماتيك اول ما تدخل 400 ده يكون الماتيريال بتاعه كذا، ابدا اظبط الحاجه الخاصه بيه. القصد ان تبقى كل البروبرتيز متجهزه معايا. تمام، وممكن تروح حاطط الحوايط اللي انت بتستخدمها كتير، ممكن تحط كل الحوايط وتستخدم اللي انت عايزه. تمام، تبدا تشوف ايه الحوايط اللي انت بتستخدمها كتير. ممكن تعمل مثلا حاجه للفينش، يعني مثلا بلاستر 15. تمام، 15 اوكي. وادخل هنا اقول له دخل لي ده 15 وخلي لي ده نوع بلاستر. طيب مفيش بلاستر، هعمل ايه؟ هعمل نسخة انا بلاستر ليا. عشان بلاستر او بنت دوبليكيت كل ده بلاستر. تمام، وتبدأ تظبط السيرفس باترن بتاعه والكات باترن والابيرنس بتاعه بزار ازاي، يعني كل حاجة، بحيث ان انت تبدأ تشتغل بيها بدل ما كل مشروع تبدا من صفر. لا، الحاجات اللي انت من خلال شغلك لقيتها بتتكرر تبدا تظبطها. نفس الفكره للفلور. انا عندي مثلا فلور، تمام،